بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الكرام، في زحمة الحياة ووسط المشاغل والانشغالات، كثيراً ما نغفل عن الإعداد ليوم الرحيل والاستعداد للقاء الله عز وجل والدار الآخرة. مني الأمة تريد توفى تمس الدنيا تزرع الوقت والو تمنيات الخدمت والو الوقت والو الوقت أمي والو الوقت والو الوقت العبادة. أما أي مسائل تعلق في الدنيا غانغر وقت خميني تريد وذحانا الأمة نتتو نغفر لأن هذا غانعقبح نغفر خل الموت وذا سنسوجي نغفر خليق الله عز وجل. إذن نهاني إذا الزوغ أن نعظ أنفسنا وأن نرقق قلوبنا، نسير شوية نصعد شوية ورا ونجم ذن من زي بذكر القبر، نسير خوندر وغمة القبر وضيقه وظلمته. فالقبر أول منزل من منازل الآخرة وكلنا داخله، لابد مارا نتنظرني مارا. يقول الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قيل له مسقسان دك هذا الجنة والنار فلا تبكي، سور خمسين سور دخل الجنة وثترود شعر، وإذا وقفت على قبر مره بالدخشان ومنظر أتبذي ذاترو 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 أغسف تمهنش. إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منزل أول منزل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. إن اسم قصري الرسول صلى الله عليه وسلم قا أنظر أول منازل الآخرة ونزيز غين جمن وني غين جمن سلفيتنا للعالم وننظر مين غيسنا وانس يهون مراوه نجمن سلفيتنا وننظر من غيسنا وناس يقصح. ورحم الله الربيع بن خيثم فإنه قد حفر ونت الربيع بن خيثم ونت ذا تبيع وجبوض صحابي رغم أنه ما يعيش ذي وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ولكتني وكسم سرقشا يعني الحق الرسول صلى الله عليه وسلم ولكتني لم يلقه فونتا إحفاران در ذي روس انت الدهنس أتبعية إحفاران در ذي روس انت الدهنس فامر مما يفور النس ليس قسوة يقصح شوية ورنس يذكون در نحفاظ روس انت الدهن يتسرح ليس يخف النس ثم يصغيو يقى مرة من يقى أي الميت خميني ستقن در من يقى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
يا رب الرئيم قسني النار شعيط وانسي ورخط خطر. إذن ثم خمني غيادف هذه صغوي رب يرجعون ثم يرد على نفسه تراني خي خنس يقرص يا ربيع قد رجعت قواهم مذشا قعدت الدال. إذن فاعمل ذات خدمة ذي ونظرني ذات دهني. أيها الإخوة الكرام يجب علينا أن نقف مع أنفسنا وأن نتذكر حالنا ومآلنا وأن نتأمل تلك اللحظات التي سنمر بها. قد رجنت نظر شن الشدائد ترجنت نظر كذي سنت مني غادي يوضني نهاني. هل تكون ممن يقال في حقهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أم أن نكون من الذين يقال في حقهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أيها الإخوة الكرام إن القبر له هول عظيم وفظاعة شديدة فعذابه من الأهوال الكبار وفتنته من الفتن العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه تعوذوا من عذاب القبر فيقولون نعوذ بالله من عذاب القبر. الحديث عند مسلم وللقبر ظمة شديدة كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه فقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. سرث الإخوة سرث المغارين. وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. وله ضمة القبر عصي جزيع والنذيس غيث لا ينجو منها أحد والنغيث نندر خصيزم أخصيزية لا ينجو منها أحد كبيرا كان أو صغيرا نمزين نغضم قرن صالحا سر كان أو طالح يصبح نغض عفا نمزين نغضم قرن ذاريز نغضم غاث ولو نجا منها معليك غينجم شنج ذي الضم القبر لنجا منها سعد بن معاذ الذي تحرك لموته عرش الرحمن وشهد جنازته 70,000 من الملائكة وفتحت له أبواب السماء. سعد بن معاذ ومن مذن هز جنة فرحا بقدومه فرحا مر استقبلت 70,000 ملك فهو ما عنده تحضي سعد بن معاذ ذي الجنازة كسحظة. لكنه لما أدخل في القبر ضمه القبر ثم أفرج عليه. لكن شتان جاء ضم القبر سعد ضم القبر لمن لا يريد أن يتطعن. سعد بن معاذ سرمته غصب 30 سنة سرتين سرمن سرت 30 سنة ومي سرم يموت غاس 35 سنة ينهزوا جنة يجنة ونكمرن فهو 70,000 من الملائكة ذا صحران في الجنازة 70 5 سنين ذي الإسلام
سقومي تكات تبزرجي من جاء أثر السلنش من جاء الأثر الزمنش من جاء الأثر الإسلام النش من يجي 5 سنين ها يزعزعيش النوم. أيها الإخوة الكرام، فلنبكي على أنفسنا من مغن رخيخ في النار، لأن القبر ينتظرنا والفزع الأكبر مداهمنا، والتراب فراشنا والدود أنيسنا. فكيف سيكون مش غير الحال أقصد الدعس يترجم فوعا أحفاني قصح زي سبتصين خريعا يتراجج أتسود شاء هكي يزدغنيك الشون واش تجي الموتران كي رشن من رخيخ فينا. إن القبور تنادين فتقول لنا لقد عمرتم دار الزوال وخربتم دار المآل وغفلتم عن الأهوال ونسيتم هذه الأحوال، فألهاكم التكاثر وغركم الأمل فتركتم العمل، فطوبى لمن سمع ووعى وحقق ما ادعى ونهى النفس عن الهوى. إن القبر سكن موحش يوعى يقسح أنظر يجن السكن صار باخر يقسح ضيق يحصى يجن تحفاظ مخيفة أنظر الموحش يضيق يحصى يستقوذ سنجد أنفسنا مدينين فيه في ليلة من الليالي. إجن هذا يزنف تسف نس الشاف أكي كثيرين ذيس يكشون حيوانات ويبكي علينا الأصحاب والأحباب ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أيها الإخوة الكرام، وفي القبر تبدأ الفتنة العظيمة والامتحان الكبير عندما يأتيان ملكان أسودان أزرقان فيجلسان كشغما ثم شقسا عن ربك عن دينك عن نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت ووفقت نادى مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. ونتوني غيجة بن خرثن بريغون تترثن الأسئلة والله الذي لا إله غيره وخراك لارين الشواهد كمرنت يجنس نجي ثمار يا مروة سخريم ذو شي ثبت ربي ما زمة جوب ما زمة تنيد هو ربي الله ربي الله الله يا مروة خسطرينا. وإن خبت وخسرت ولم توفق نادى مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. أيها الإخوة الكرام، من وجد في قلبه قسوة ونغاية في نور نسقسح ونشن مارة ونغي جمد إلا ويحمى الله عز وجل فليقف على القبور روح غي مضران خزاد قنزلا غي مضران خزاد ديسن تغتعش كينر توين ذر وسطنر توقوان كينر أرمني خسن ديه جم الموت ومحى التراب محاسن وجوههم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور
فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. زوروها فإنها تذكركم بالآخرة. أعداء الله جنان غيجن إجن إجن رحيب جالان ذي الآخرة محدو ذي سنتفكا روح غوندر والطحبك عادة روح الضباب خزاق بوخيشني سحضار عقرنش دورنش سوديس المعاصنش سوهنت قندرني غغطاك وحتني تدعنش شخص ما تفسيت شوية نغلب. يقول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون مارتني لعلي ممي لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور لا أنساب ولوما ولبابا ولفمغا النسب ينقطع نفسي نفسي وهكي تسمي جورة تمغا ذورة ذقز الدنيا انتظي صد ساكابو فمن يقضان كورج من غزاد الحق من يقربي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. حقائق ترجمتنا نغفر يفنى خمني تجمي ذور قوادي تعريق خواهي الدقيقة سيور نوز سوار نو. أعداء الله تحاربن الشيني عجبانا ذاني تقش ذا نوجي ربي يقدر شي جن المقدار ما رزقة الشد دي جن قدان السنة تعيش خميني غي قضى ويا رسي محمد طاق وحض. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، اتقوا الله تعالى وأطيعوه ولا تغتروا بدنياكم وتزودوا لما أمامكم وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها الإخوة الكرام، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عدو خنين ننظر إنهما لا يعذبان نين ننظرون يثبب قد وعدبن قد عدبن قندر وما يعذبان في كبيرة ماشي توقفيش الكابش نحش تمغى. ثم قال أما أحدهما أمزوى فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. إذن ذي الحديثة
اتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن النميمة وعدم الاستتار من البول من أسباب عذاب القبر، فلننتبه جيدا. زي الأسباب أن عذاب القبر زي مين زي غيعذب الإنسان ذي القبر أريزني خمغة وني غيتبول ويمسح ني غيتجاتي نقيدي نيه كوانتيت عرفتو البال جنحاج دوالو. فالحديث هاك ثم ونكسين كسي تتتتتت واسواني تذكار تيرون أن نوينا كسي وارسع سديهاس من رجاء واد 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 إنا زي أسباب العذاب القبر. ومن أسباب عذاب القبر السارقة والاختلاس، فإن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عباءة أو شملة غلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة لتلتهب عليه نار. ومن أسباب عذاب القبر ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. الصلاة من اتنجعت خسر وقت النص، والافتراء والكذب على الناس وأكل الربا فينا مرة سبب في عذاب القبر، الزنا، إفطار يوم من رمضان بغير عذر. أما الأسباب تنجز العذاب القبر فكثيرة الطرس، منها التعوذ بالله من عذاب القبر كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ويأمر أصحابه أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. ذي الأسباب سجنت بابن ذي عذاب القبر اجتناب الأسباب الموجبة لعذاب القبر والتوبة إلى الله عز وجل مارا شنح ذجنتوب يوميا كل ساعة الإنسان يخسر التوبة الله عز وجل. ولكن الإنسان هذه توب مش التوبة سجين شيش توب نيشان توبة ترك بعد إقلاع سبدد أرحق المظالم أر زي الأسباب يتنجن زي عذاب القبر الوفاة يوم الجمعة واني غيمثل يوم الجمعة نغ ليلة الجمعة ومقان ليلة الجمعة الخميس السجيل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، رواه أحمد. وكذلك الرباط في سبيل الله والشهادة في سبيل الله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله سبع خصال، سبع حوايج إذ كاد الزيزنت، وذكر منها يجار من عذاب القبر. أيها الإخوة الكرام، نرون ذي بدوخ مني الحال الأمة ذي ومشت الجنهارة الفتنة الدنيا نتكتوشن الشدائد ترجان تانغ نتكتوشن الحوايج ترجان انغ نتكتو الموت نتكتو سكرات الموت سكرات الموت يجم حريق يتفذي على الرمس مثل المنادم زبز الجفار ايضا إجن الحريق إجن العالم تغي تكتط السكر إستور سكرات الموت ثم تفنتيد سكرات الموت يغمى خاص ثم دفاع ننس يا شيخ تغسور الطاسخ سكرات الموت دينا نغخو ما مش تحسين إنس كأن السماوات السبع أطبقنا على الأراضي وأنا بينهما ونفسي تخرج من ثقب إبرة إنس كأن سبع جنون هو عندك سبع أنت مورانش ذي روسنسن رع ماينوت فغزيت نقف تنسين
تراجع نغدق إن ذو العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم تويت قيده في قذا حين تحسس جبينه يقال لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. الرسول صلى الله عليه وسلم زرت جايون تيت عن السكرات الموت من غيني غنشتشك من غاقذ المعاصي الذنوب من غنيني انتو السلف توغا مالات روح لغا ومشانسن نتجيرث ماني توغا تزجن ماشي ماني توغا تتصن اشتغل شي وحن جايين نتبولن لي كثرة الدموع انطاون تيسو انت وين سنوفنت توغا واحد تقنبو المعاصي توغا ذي سنمت نشي نغاق نتو نتو لقاء الله نتو سؤال الملكين نتو خميني خاك تغيب ملك الموت أصعب مصيبة للإنسان خميني غاتزاد ملك الموت هذا ذري غاك ديقوا مين غاك ديقوا خميني غاتزاد شو الدرخل منزل الإنسان خميني أول شيء إذ خاص فاس راضي زا ملك الموت واه يتوف ستيني يتراجع ديك يتراجع ينظر نضحوش انت نعصى انت شيا انت كانه تبي نصار خدمني خدمني خل معصيه وش يتفش يلا سؤال الملكين اش غاش تصافني اش تسقسني اش يا حم ما هو الجواب الكثر كاينش دينا وين يلا 60 سنه شكتيرات زيد غير واش يا حم لنا منيه نخرق ربي وعصين ربي العاصي نغ الكافر نغ المجرم نغ النوغة تيران شد الخاص أزروي بوعدك شاب مالتف مني نغ القرد شوطيغاك شاري غا السور وني غا كيكيرين قندو الدو ديك الشون ميك غا غاش الجنة كيكعيش لا هذا الشنة دنه شنة دنه شنة حقائق أرض المحشر النار وما فيها من أهوال لا يعلمها إلا علام الغيوب هذه الشدائد تنتظرنا هذه الشدائد التي من أجلها يشيب الولدان قود نار انتو دخول القبر شكلة ما توجه خير في نقبر ثم غوش والله الذي لا إله غيره يا حماث في القندرة السئامين أقسم بالله والله الذي لا إله غيره يا حماك شون شنار رمثينه أقسم بالله يا حماش شن بشفن يا حماش شن شخسان والله الذي لا إله غيره سنبيت في القبر وحدنا وستنهش الديدان لحمنا وعظمنا وسنبقى رهن أعمالنا عمل إيش غيث نجمن شن الإخلاص أك ربي جارج ربي في السنن أين إيش غيث نجمن مريق بريث ذيك الله عز وجل إذن فلنعمل أعمالا صالحة تنجينا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أيها الإخوة الكرام الإنسان يتعيش المدة ذي الدنيا تبقى ذي وقت بنا ثدع في بنا بني تدع فرح تدع من يغز غغ نشطع وينو تحت السجيد عذر أو العائلة قمها بالنيق تحت الزيارة يفدى بدي غزة شو ما تروح ذا الزار صحنا شي تراجن شو ما تروح ذو حذك روح عوندر خزاريس بد صح رايخ خنش خزاري قندر قتني جت الدهنش ني خارق انت وطحت غاز ني غاز جد استعجل شوية تتويا المعقول روح
سول أعمال نشديس قد إني غفر. إذن ميمي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. كارش سلمع قل خميني غزار ما رأس حضار وحذك مش نتاري حد الخضار روح تسفسيت شوية تورني. إذا إن شاء الله في الأسبوع المقبل أنكيج الدورة غي مضران فلنجدد إيماننا ولنشحذ هممنا وعزمنا والإكثار من الأعمال الصالحة. والله ثم والله ثم والله وشنف على إخلاصك الله عز وجل خرسك ربي التفذن هذه غد تحتاج ما رممش انتراق الأمة قولني ذا غي قاعد الذي خاقان غمليح هذه راجع خنس قانتير هذه الدين زي جبث دار ذوها عجبان غمين الجين أعداء الله شياطين الإنس ذي الجن زوقنا الدنيا عجبان غير حال نهنا ضحنا ضحنا غير جهنم وزنك إزجار نزيد جار إلا وإني غيتو من الله عز وجل. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا برحمتك فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تدع لأحدا منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا طائعا إلا ثبته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام أخونا طارق الأخ طارق تلك نغذا كن هاي تزجك نغ الأوقات تزجك نغ الجمعة أقف على وشه أذيج العملية فانقر أذهب بالبأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تشفي أخونا طارق. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية. أيها الإخوة الكرام كذلك كين إجن الأخ أعتقد الراضي ثم نص يعني مسائل طبية قام باللقط فصفينا ولكن نخسن سنتيج نحاج لك سيضا واثنق كان سير وينق أور وينق لهرش وينق خميني دي تكون الأجل ربيتك السبب ويتحضرك صف ربيتك السبب ولهرش ومسلم أحسن شيء من دش غي وقعنا هو تهشد المرض النش لأن ثني الطهار الإنسان الجنة وتدفي الإنسان غي طهار ربي للدنيا هذا شيء ويقرنش أطح الصحة أشي بتلذي هوا النش أخاك زير سكرات الموت ما لذي النش أخاك زير قل إخني غطح الجنة أرش غيطه. فالإنسان يوم القيامة قال يا رب معين خفي زيادة الدنيا لأن من يجن ذي القبر نغذي هوا سنزمة إذا الآخر راضي ثم غه نسقط عيانة فأنت تازل الله عز وجل لها سفارج تازل الله عز وجل أخي سفارج في أقرب وقت. ثم غنغ الأخ علي الأخ علي في أحمر ربي ومثنى اللجنة القرم ما رجل نجي التأسس شن حشتي الأخ علي أديس ديو البينة نسى أديس ما را عالي التأسي حد الأخ علي غصاب عيح نجا غصتمر. إذن والنوم يتسى ذي حسن تيح لأن نهارا ينتحوش وميتو غيدات ويخدر ميتي قوز ماخك سفارحك مش نهارا ثم عن السفارة نسحوش والنيخ سنة ذي عون ثوان الأخ علي الإخوة قد جندهيش كخطيقات
وني خصنا فرعون فرعون التيتغوا خدمن قيا. اسال الله العظيم ان يخرجنا من ظلمات الوهم والجهل الى انوار العلم والمعرفه، ومن وحول الشهوات الى جنات القربات. هذا فاغفروا لاخيكم زلاته ونسيانه وجهله.